من كتر ما بشوف عندنا في مصر الحقيقة محافظاتنا غنية، يعني غنية بمعنى إيه؟ غنية بحاجات كتير مهمة. أحيانا تحس إن في محافظات في مصر تصلح دولة، يعني في دول ما عندهاش اللي موجود عندنا في عدد محافظاتنا. لو بتكلم على سوهاج فأنت بتتكلم على حاجات كتيرة جدا. من الناحية الأثرية عندك عدد من الآثار، عندك مثلا معبد رمسيس الثاني في البليانة، دي قرية البليانة، عندك مثلا معبد أبيدوس في البليانة أيضا، عندك ميرت أمون في أخميم، عندك مطار سوهاج، عندك كمان عدد من المساجد الحلوة، عندك عدد من الأديرة القبطية اللي فيها تاريخ غني للتاريخ القبطي. عندك حقيقي كنوز داخل كل محافظة، وعلشان هذه المحافظات فيها هذه الكنوز فبالتالي هتلاقي أهل المحافظة عندهم بقى إيه من الفن ومن الإبداع ومن الأعمال، رموز. كل محافظة فيك يا مصر فيها رموز أثروا حياتنا في مصر، وعلشان دولتنا دولة كريمة بتهتم أيضا برموز كل محافظة. وده اللي حصل النهاردة في هذا اليوم الجميل الكريم اللي كان مشمس كده ومبهج حلو، كان على هامش الافتتاحات الحقيقة في سوهاج. النهاردة كرم السيد الرئيس عدد من رموز الصعيد وأبناء محافظة سوهاج، وده كان حقيقة لفتة لطيفة جدا إن هم كمان يحسوا بأنه إحنا بنعمل تنمية على الأرض، بنهتم كمان باللي قدمه لهذه المحافظة حاجات فيها إبداع أو فيها مجهود أو فيها رمز جميل. كان من بينهم اسم الإمام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية الأسبق، وأيضا اسم الفنان الراحل جورج سيدهم، وأيضا الدكتور العربي اللي هو طبعا الدكتور العربي نعمان أول معيد من ذوي الهمم وكل وطبعا في جامعة سوهاج. الحقيقة كانوا الحقيقة مشرفين، وكان شيء جميل إن احنا نشوف هذا التكريم في هذا اليوم. وزي ما انتم شايفين حتى في الصورة يعني الرئيس بيبقى مهتم قوي بالناحية الإنسانية، يعني زي ما بيهتم إنه يطمن على مصر والاقتصاد والأرقام ويسأل السادة الوزراء والمستثمرين، لكن لما بيكون في لقاء إنساني بيبقى منصت جدا وبيبقى معني قوي بالإنسان وبتكريمه وبيه هو شخصيا، وبيبقى الحقيقة الناس بتخرج من لقاءاتها مع الرئيس بسعادة كبيرة. وهتشوفوا حتى يعني وجه الرئيس ابتسامة، الود، المحبة، والناس بتبقى سعيدة، بيدخل عليهم السرور والبهجة. فالتكريم في حد ذاته والتقدير لما يكون من رئيس الدولة الإنسان بيوصل للناس بشكل كبير. خليني أروح لهذه المداخلة دكتور عربي نعمان أول معيد من ذوي الهمم في جامعة سوهاج، واللي تم تكريمه اليوم زي ما أنتم شايفين في الصورة من قبل فخامة الرئيس. مساء الخير يا دكتور. مساء النور عليك يا فندم، أهلا بحضرتك. يعني أنت منور في التكريم وشايفة أنه السيد الرئيس كان في حوار لطيف بينك وبين السيد الرئيس. صحيح صحيح، عارف زي ما اتكلمت السيد الرئيس هفتح كيسي الرئيس الانسان في الحقيقه اللي شرفني النهارده في محافظه سوهاج، وكنت سعيد جدا ان ربنا اكرمني ان اكون جنب سياده الرئيس والتقي بيه ويسلم عليا، واسمح لي من خلال التلفزيون المصري ان انا اوجه رساله شكر وتحيه وتقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، اللي في الحقيقه من ساعه ما من وقت ما تولى المسؤوليه والدوله المصريه بتشهد تغيرات في الحقيقه مبهره على كل الاصعده، ويمكن في القلب من هذه التغيرات في الصعيد ان احنا النهارده نقدر نشوف سوهاج مدن جديده، سوهاج الجديده، قرى بتتطور، قريه ام دومه اللي بالمناسبه ام دومه قريه في مركزي مركز طمة، انا من احد قرى مركز طمة كمان. تمام. واحنا لامسين بنفسنا الجهد اللي الدوله المصريه بتبذله بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنثمن هذا الجهد، بنقول لسيادته ان احنا يعني اولاد مصر مخلصين لهذا الوطن وهنديله على قد ما نقدر، بس محتاجين الدعم والتشجيع من القياده السياسيه، والحمد لله رب العالمين الدعم والتشجيع موجود. اكيد موجود. طب انا شايفه انه كان في حوار بقى، كنت يعني كان ايه الحوار بينك وبين السيد الرئيس؟ يعني بسلم على سياده الرئيس، بيسلم علي حد زي ما كنت كلمتي السيد الرئيس، ودود جدا و انسان يعني بيطمئن وبيسلم بمحبه، يعني طبعا حوار يمكن نقدر نوصفه حوار الاب مع ابنه. ايوه بكل المعنى البسيط الكلمه والمعنى الواضح
يعني مش مجرد رئيس بس، لا رئيس وانسان في الحقيقه. صحيح. وكان لقاء يعني طيب جدا زي ما اتكلمت سيد الرئيس، يعني بيدخل السرور على كل حقيقي. من حقيقي. يلتقي بيهم. حقيقي يعني انا سعيده كمان لتكريمك وسعيده لمجهودك. وقول لي انت بتدرس ايه اصلا دكتور عربي؟ بص حضرتك، يعني انا لسه القرار الترشيح صدر في شهر اكتوبر. طيب انت لسه معيد في الاول. يعني لسه يعني التعيين نفسه خلال شهرين مثلا من دلوقتي هيتم استلام العمل. ودي حضرتك يعني اسمحي لي ان احنا نتكلم عن هذا الموضوع، ان الاول مره وتنفيذا توجيهات حضرتك فتحت يكون في معيد كفيف في جامعه سوهاج ويمكن جامعات جنوب الصعيد. قبل كده ما كانش ده، كان ده يمكن حلم بعيد المنال. رحلتي بدات يمكن مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلائه للملف ذوي الاعاقه اهميه خاصه من 2018. طبعا درست التحقت بقسم الاعلام عام 2018، كنت اول طالب كفيف التحق بالقسم منذ تاسيسه. حضرتك متخيله؟ انت زميل، انت زميل بقى. يعني متخيل لحضرتك ان قسم الاعلام بتاعنا سوهاج متاسس عام 1975 وما فيش كفيف دخل فيه، ما اتيحتش الفرصه ان كفيف يدخله الا في ظل وجود خمسة رئيس عبد الفتاح السيسي. ده شيء الحقيقه يعني خساره ان ما كانش موجود. بس الجميل انه يعني ان انت دلوقتي اول من يشهده. يعني والله حضرتك يعني الحمد لله رب العالمين، ده برضو مش بيجي بالسهل، بالسهل ده تعب. وانا تعبت على نفسي اصلا قبل الجامعه بكتير عشان انا اقدر ان انا استحق هذه الفرصه، من خلال ان انا ثقفت وذاكرت ثانويه عامه عشان اقدر اجيب مجموع كويس ان انا اقدر ادرس هذه الدراسه. وكمان مش مجرد ان ادرس الاعلام، لا ان انا اتفوق في الاعلام ان شاء الله الاول على زمايلي المبصرين. طبعا اكيد، وليه لا؟ إن أوصل على فكره وتعين معيد في الجامعه لاول مره. اكيد. يعني انت كان عندك يعني نموذج رائع الاديب طه حسين وهو من صعيد مصر، يعني فاعتقد عندك امثله رائعه وان شاء الله نراك مستقبلا بتحقق كل امنياتك. بشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك على التكريم دكتور عربي نعمان، اول معيد من ذوي الهمم في جامعه سوهاج، واللي تم تكريمه زي ما انتم شايفين في الصوره من قبل فخامه الرئيس.